أهلا بكم في حلقة جديدة من بتوقيت مصر. وزارة الصحة المصرية تعلن عن نحو 40 حالة إصابة جديدة وستة وفيات بفيروس كورونا المستجد. وجمعية الهلال الأحمر المصري ترسل مساعدات إلى قطاع غزة. أحزاب مصرية تطلق حملة للتطوع لمكافحة فيروس كورونا. ووزير السياحة يؤكد استمرار العمل بالمتحف المصري الجديد رغم إجراءات مكافحة الوباء. تابعونا. أعلنت وزارة الصحة المصرية أنه تم تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى ستة وفيات، وبهذا يصبح الإجمالي هو 536 إصابة، منهم 116 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، بالإضافة إلى 30 حالة وفاة. وبالتزامن أطلق شباب مصريون موقعا لجمع المبادرات الأهلية الداعمة للعمل التطوعي والخيري لمواجهة الفيروس. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. لا تصاعد ولا انحسار في انتشار فيروس كورونا في مصر، هذا هو عنوان المرحلة الحالية. وزارة الصحة والسكان أعلنت أمس الخميس تسجيل 39 حالة جديدة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد ووفاة 3 حالات بالمرض جميعهم من محافظة القاهرة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 495 حالة والوفيات إلى 24 حالة، كما ارتفع عدد الحالات التي شفيت وخرجت من مستشفى العزل إلى 102. وفيما شكك البعض في الأرقام الرسمية وطرح فرضية تسجيل حالات وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا ينفي ذلك تماما، مؤكدا أنه يتم الإعلان بشفافية عن عدد المصابين والوفيات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. كما أكد مجلس الوزراء أنه لم يتم تحويل أي مدارس في أي محافظة إلى مستشفيات أو حجر صحي، وأن الصور المتداولة على مواقع التواصل تعود لاستراحات مصححين وملاحظي امتحانات الدبلومات الفنية. كما نفى المجلس أيضا توجه لإيقاف طباعة الصحف الورقية لتجنب انتشار الفيروس أسوة بدول أخرى، مؤكدا أن عملية طباعة الصحف مستمرة كما هي. وفي سياق متصل، شهدت مصر اليوم في أول جمعة بعد تعليق الصلوات عدة مخالفات للقرار بالتجمع للصلاة أمام المساجد أو على أسطح المنازل، وهو ما دعا وزير الأوقاف لإلغاء تصريح خطابة لعضو هيئة تدريس بالأزهر بعد إقامته صلاة الجمعة بأحد شوارع محافظة القيلوبية. هذا ولا يزال المصريون يترقبون ظهور نتائج الإجراءات المتخذة من إغلاق للمدارس والجامعات وفرض لحظر التجوال الجزئي في ظل تخوف قطاعات واسعة من أزمة اقتصادية تلوح في الأفق المحلي والعالمي. ومعنا عبر خدمة سكايب أحمد صقر، مساعد رئيس جهاز تنمية سيناء التسويق سابقا. أهلا بك معايا يا أحمد، وخلينا نبدأ من مبادرة اللي انتوا أطلقتوها، الموقع بتاع كورونا جيفز اللي بيجمع فيه كل المبادرات اللي اتعملت لمواجهة فيروس كورونا. ممكن تكلم السادة المشاهدين عن الموقع وعن المبادرات الموجودة عليه؟ يعني هو ده مجهود أهلي موازي للمجهود الرسمي للحكومة، قائم عليه شباب كتير في مصر من المهندسين والمبرمجين وبعض المتطوعين، وده اتعمل بسبب ان احنا لقينا ان في رغبه شديده من مجاميع كثيره جدا ان هي تساهم في تقديم العون، سواء للناس اللي على خط الدفاع الاول سواء الاطباء او التمريض، او ان في اثار اقتصاديه مؤكده هتحصل، وان احنا المجهود الاهلي لازم يتوازى مع المجهود الرسمي لتخفيف هذه الأضرار.
الموقع بيتم فيه تصنيف المبادرات بشكل جغرافي وبشكل قطاعي، يعني المبادرات الخاصه بالصحه، المبادرات الخاصه بالطعام، المبادرات الخاصه بالحكومه، كل ده بيتم تصنيفه داخل الموقع بحيث ان انت تقدر توصل للمبادرات بشكل فيه تصنيف يعني واضح، وبشكل يتقاطع معاه كمان تصنيف المبادرات بشكل جغرافي. يعني احنا المبادرات اللي تمت جوه محافظه مثلا الاهليه، بما ان في بعض القرى المتضرره زي بالاس وغيرها حاليا، فاحنا بنحاول ان احنا نعظم الاثر ونراكم الاثر الجمعي لمجموعه المبادرات هذه. فلما في مبادرتين طالعين في مكان جغرافي قريب، احنا عايزين تبقى دي منصه ان هم يتواصلوا مع بعض علشان يقدر المجهود يتعظم فالاثر يتعظم وصوله للناس المستحقه في اسرع وقت. في مثلا مجموعات كثيره جدا الفتره اللي فاتت بتشتغل على اوبن سورس، ان هي تفكر في افكار طموحه لتصنيع الفنتليتور واجهزه التنفس، بسبب ان العالم كله دلوقتي في سباق مع الزمن علشان يتم تصنيع عدد كافي يكفي العدد المتوقع مع الزياده المفترضه في اعداد المرضى المصابين بفيروس كورونا. فده برضو احنا شايفين ان ممكن يبقى في مجهود محمود كبير جدا بس متوزع بشكل افقي ما يعظمش الاثر، فاحنا بنحاول ان احنا نوصل الناس دول ببعض بشكل افقي، يبقى تشبيك افقي، لعل وعسى ان يبقى في حد عطلان على حاجه موجوده مع مبادره ثانيه فيقدروا يكملوا بعض وتخرج للنور نتائج مبشره تقدر ان هي ان شاء الله تخفف من اثر الازمه الممتده. بس يا احمد البعض بيقول المفروض ده ما يكونش دورنا احنا، المفروض ان هو يكون دور الحكومه. في اللحظه اللي احنا فيها دي هي اللي يقدر يعمل حاجه هيعملها، بعد ما نتجاوز الازمه ممكن نبقى نقيم الاداء الحكومي بشكل مستقل، لكن في وسط الازمه اعتقد ان هو ده خطر محيط، وان احنا حتى في الدول المتقدمه وفي الدول اللي هي العالم الاول زي ما بيقولوا شايفين برضو ان هي بتعاني وان هي الخطر فوق قدراتها، فاحنا مش في معرض ان احنا نحط الخصومه السياسيه او التقييم الحكومي الان في موضع المحاسبه، لكن احنا طبعا اكيد الضغط الشعبي، يعني الضغط الشعبي لما حصل على ان احنا نمنع صلاه الجمعه الحكومه استجابت، حتى لو استجابت متاخر شويه بس استجابت. الضغط الشعبي مستمر في حاجات معينه ثانيه ليها علاقه بمعاد المدارس، ليها علاقه بفرض الحظر الجدول، فالحكومه بتشوف الراي العام الشعبي متوافق على ايه وبتشوف الاجراء الصحيح وبتعمل موازنه وبتنفذه. فهو الضغط الشعبي هو جزء من التقييم، لكن احنا دلوقتي في مرحله مش ان احنا نقول ان انتوا عندكم تقصير، لكن احنا نقول لو لقينا تقصير نقدر نسد فيه الخلل فاحنا المفروض ما نتاخرش ان احنا ننزل نسد الخلل فورا لو نقدر عليه كمجتمع اهلي او كناس موجوده عايزه تساعد يعني. طب احمد انت كنت مساعد رئيس جهاز تنميه سيناء، هل عندك معلومات عن الاوضاع في سيناء الان في شمال سيناء، واذا كان متوفره ليهم احتياجاتهم الطبيه واحتياجاتهم الغذائيه بشكل كامل؟ يعني يمكن من الاثر المحمود للازمه الحاليه ان جموع الشعب المصري حسيت باللي عايشه اهل سينا بقى لهم 5 أو 6 سنين حاليا، فاحنا اذا كان في اي حد موجود في بيته دلوقتي متضايق من حاله الحظر وحاله التطبيق وفقدانه للحريه وحريه التنقل والامان وما الى ذلك، فنتمنى ان ده يقرب الصوره شويه اللي كنا بنحاول نوصلها، ان اهل سينا هم عايشين في هذه الاجواء وهذه الظروف بقى لهم سنين. طبعا يعني هم اكيد الخطر الصحي كمان زاد عليهم جنب التطبيق والحظر المستمر، لكن كمان للاسف يعني عناصر من تنظيم داعش الارهابي امس فجروا خط الكهرباء الوحيد اللي واصل لمدينه شيخ زويد، وللاسف يعني حتى ضغط المياه معتمد على هذه الكهرباء، فحتى احنا حاليا مدينه شيخ زويد جنب ان هي فيها حظر واخطار صحيه هي بلا مياه وبلا كهرباء. فندعو لهم ربنا يثبتهم وينجيهم ان شاء الله. ربنا معاهم يا احمد. لا لكن هل الرعايه الطبيه على الاقل متوفره هناك ولا ما عندكش معلومات عن النقطه دي؟ يعني برضو جزء من ال... يعني من ال... من ال... اللي هي المفارقه العجيبه ان طبعا صعوبه الوصول لشمال سيناء في السنين اللي فاتت كان حامي ليها من ان يبقى فيها حالات مسجله للكورونا فايروس، يمكن الخطر الوحيد اللي مر من شمال سيناء ان كان في 2 مواطنين فلسطينيين من ساكني غزه عملوا مرور في شمال سيناء وعدوا من المعبر رفح وتثبت ان هم ايجابياتهم، وهم دول يمكن اللي نقلوا اول حالات مسجله في غزه، فده كان يمكن اثار بعض المخاوف في شمال سيناء، ويعني السواق اللي خلطهم او الناس اللي اتخلطت معاهم في المعبر كان فيهم يعني مناشدات ان هو يتم الكشف عنهم، لكن يعني حتى الان الوضع طبيا في شمال سيناء هو اصلا مفيش رعايه طبيه بقى لهم سنين، يعني عشان نبقى يعني بنتكلم بشكل واقعي بسبب ظروف الحرب على الارهاب الجزء الخاص بالعريش وشرق العريش فهو يفتقد للمقاومات الاساسيه للحياه بطبيعه الظروف الخاصه بالحرب على الارهاب.
طب احمد، يعني خلينا نروح لموضوع تاني. والحكومه النهارده اعلنت ان اعمال الانشاءات مستمره في العاصمه الاداريه الجديده. الحقيقه ده بيطرح علامات استفهام عند البعض. البعض بيطالب الحكومه ان هي توقف كل الانشطه اللي من نوع ده في الفتره الحاليه، اولا كاجراءات احترازيه عشان خاطر العمال والمهندسين واعضاء القوات المسلحه اللي موجودين هناك والى اخره، وايضا كمان عشان خاطر احنا مش عارفين يعني المشروعات دي يمكن الاموال اللي بتضخ فيها حاليا احنا هنحتاجها في يعني في الوضع في مواجهة فيروس كورونا، سواء من الناحية الصحية أو على الأقل في السلسلة الغذائية. الله أعلم المستقبل القريب ممكن يحمل إيه. إيه رأيك؟ يعني احنا برضو لازم نشوف القرار ده بشكله الكلي. احنا حاليا في حظر تجاري من الساعه 5، لكن قبل الساعه 5 في بعض الانشطه المسموح بمزاولتها، لان احنا لو عملنا اغلاق كامل علشان نقلل عدد الاصابات ده وارد جدا يؤدي لاضرار معينه، تؤدي برضو الى مخاطر صحيه واكيد على حياه المواطنين بفعل الاغلاق الكامل. فالدراسه بتبقى بتشوف ان احنا في مرحله تقليل الانتشار مش منع الانتشار، لان احنا خلاص تجاوزنا قدرتنا على منع هذا الانتشار. حتى الان الارقام، حتى لو في ديبيت او في مناقشات على فكره ان مصر ما بتعملش العدد الكافي من الفحوصات علشان نقدر نعرف فعلا هل الارقام دي تعبر عن الوضع الحالي ام لا، لكن طبقا لارقام اعداد الوفيات وطبقا للحال الوضع العام داخل المستشفيات المصريه، يعني برعايه الله ورحمته علينا، حتى الان مصر في موضع متقدم وافضل كتير من دول تانية حوالينا، حتى في اوروبا وامريكا وما الى ذلك. لان هو الفكره كلها ان هو حتى لو الحكومه مقصره او عندها استراتيجيه ما في ان هي ما تكشفش على عدد كافي من الناس عشان ما يظهرش يعني رقم كبير من الناس، لكن الامر مرتبط بان عدد الحالات الحرجه اللي هي هتبقى محتاجه رعايه صحيه عاجله ده مش حدش هيعرف يخبيه. فهم لو المرض انتشر بقدر ما كبير يخلي ان في مئات او الاف من المرضى اللي محتاجين رعايه عاجله وبسرعه، لا هم لا المرضى ولا اهاليهم هنقدر ان احنا نلبسهم طاقيه الاخفاء وهيظهروا في عموم مستشفيات مصر، وساعتها نعرف ان احنا وصلنا للمرحله الثالثه اللي احنا نامل ان احنا يعني بالنسبه لنا تاريخ مفصلي هو يوم 3 ابريل. ده هيبقى مر اسبوعين على تاريخ اول اكتشاف اول اصابه، اللي احنا عارفين فتره الحضانه للفيروس هي 14 يوم تقريبا. فاحنا نقدر نقول ان من يوم 3 ابريل نامل ان الارقام ما تزيدش، لان لو الارقام زادت بعد يوم 3 ابريل معناها ان احنا حتى في مرحله تقليل الانتشار احنا مكملين في مراحل الصعود علشان نوصل لبعض الدول سبقتنا ليه بقى لهم اسبوعين وثلاثه، وده طبعا امر يعني شديد الخطوره بالنسبه لوضع الرعايه الصحيه في مصر. بنشكرك، كنت معنا عبر خدمه سكايب احمد صقر، مستعد رئيس جهاز تنميه سيناء سابقا. شرفتنا يا احمد. ومعنا عبر خدمة سكاي من برمنغهام الدكتورة نهال أبو سيف، استشارية الأمراض الباطنية الحادة والكلى في جامعة برمنغهام. أهلا بك معايا دكتور نهال. وخلينا نبدأ من آخر الأخبار المتداولة اللي تم الإعلان عنها في بريطانيا، إن عن قرب طرح فحص سريع للعامة. قولنا بشكل عام يا دكتورة إيه الأخبار اللي قد تكون نتمنى أن هي تكون متفائلة في القرب من الوصول لفحوصات تكون سريعة، لفاكسين يكون قريب، للعلاج بإذن الله. السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا، نورتين. أنا بس الأخبار اللي هي متواترة الآن يعني بعضها ممكن نقول إن هو صحيح أو والبعض الآخر لسه جاري البحث فيه. بالنسبة للكشف السريع الذي يعني تم الإعلان عنه في أحد الجرائد، إن هذا يعني الاختبار صعب جدا توفره في الوقت الحالي. هو ما يعني ممكن يكون يعني هم بيدرسوا ان هو يكون متواجد، ولكن لا اعتقد ان هو هيتوفر بهذه السرعه، او ان هو هيتم اعطائه مثلا للمرضى في البيوت او لاي احد يشك ان هو عنده الفيروس. احنا في حاله الانتشار الان، يعني هذه المرحله من ابتداء من الغد، وده تم عمل استنفار في جميع مستشفيات انجلترا، منها مثلا المستشفى التي اعمل بها في مستشفى جامعه برمنغهام. كل الاطباء عليهم ان يتواجدوا طوال الليل والنهار، حتى الاستشاريين، يعني معروف طبعا الاستشاريين بيجوا اثناء النهار فقط. الان انا مثلا بالليل موجوده في المستشفى ومعي عدد كبير من الاستشاريين ايضا، وذلك لتوقع زيادة عدد الحالات بطريقة مهولة.
نحن في مرحلة اللي هي وصلت لها إيطاليا من أسبوعين فاتوا، ومتوقع إن خلال الأسبوعين القادمين إن حالاتها تزيد أكثر وأكثر. فحكاية يعني إن هو الاختبار ده يتم عمله في البيت، أو إن هو يعني يكشف سريعا عن المرض، يعني حتى لا أعتقد إن هو لو تواجد هذا الاختبار إن هو هيفرق في العلاج، لأن إحنا متوقعين إن الأعراض اللي هي منتشرة الأيام دي اللي هي الكحة والسخونية ويعني تعب العضلات وهكذا، هذا يعني خلاص هيعتبر كله الكوفيد 19، يعني مش متوقعين إن ده هيبقى إنفلونزا عادية أو أي شيء آخر يعني. فأي مريض بيأتي بهذه الأعراض الآن بيتم تحليل الاختبار اللي هو الثروت سواب، بناخد عينة من الحلق بتطلع بوزيتيف على طول يعني. فبقى العدد زي ما قلت عدد الإصابات زاد جدا، تم إيقاف كل العمليات سواء العمليات العاجلة أو المتأخرة التي مثلا تم حجزها من شهور، تم تحويل كل أقسام المستشفى الجراحية والأقسام اللي هي مثلا بتاخد يعني مرضى غير المرضى اللي هم الباطنيين، تم تحويلهم كلهم لأقسام باطنية، وزي ما قلت يعني استنفار جميع الأطباء طب بحيث دكتورة إن هم نهال، يبقوا متواجدين على لو مدى ال 24 ساعة. حتى الآن الأرقام في مصر الحقيقة مش الأرقام يعني مطمئنة إلى حد كبير، البعض بيقول إن ده دليل على إن مصر مسيطرة على المرض ومسيطرة على انتشاره، والبعض بيقول لا إحنا لسه يعني ممكن نكون لسه فقط ما وصلناش لموعد الذروة اللي وصلت ليه دول أوروبا. يعني من خلال تجربة حضرتك ومن خلال تعاملك مع الوضع هنا هون في إنجلترا، إيه تقييمك للوضع الآن في مصر؟ أنا أعتقد إن الأرقام التي تصدر من الحكومة المصرية غير حقيقية بالمرة ولا أصدقها يعني. يعني اللي إحنا شفنا مثلا الدول الأوروبية وأمريكا والصين طبعا قبلهم، الأعداد يعني تزايدت باضطراد رهيب. نحن نعرف إن مصر لن تتخذ الوسائل يعني الصحية المناسبة، ولا يوجد يعني اللي هو الحظر التجول حدث اونلي يعني سوري يعني حدث فقط من يعني من حوالي اقل من اسبوع يعني. فطبعا منع التجوال وعدم الاختلاط هذا ايضا ليس في الشعوب العربية ومنها مصر، يعني هم عندهم زي ما بقول مش عارفة اقولها بالعربي يعني lack of insight، يعني هم مش حاسين ان فعلا بخطر المرض وان هو ممكن ينتشر بسهوله جدا من الوسائل من الاختلاط الاجتماعي وغيره يعني. فيعني انا شفت يعني فيديوهات كتير الناس لسه كانت بتخرج وتتقابل في البيوت، يعني صحيح ممكن يكونوا عملوا حظر تجوال لكن بيتقابلوا في حتت اخرى. انتشار المرض سريع جدا، الفيروس زي ما احنا سمعنا يعني له قدره عاليه جدا على الانتشار والتحور، وممكن حتى لو يعني انتقل لأحد المرضى بشكل ينتقل بشكل آخر ناو الآن يعني بطريقة مختلفة يعني. فمصر الوسائل الاحترازية بتاعتها ضعيفة، عدد المستشفيات قليل، لا يوجد العدد الكافي من الأجهزة التنفس الصناعي، زي ما طب احنا سمعنا دكتورة مثلا في نهام، إنجلترا تم بناء خلينا ثلاث ننتهز فرصة وجود مستشفيات. حضرتك نعم معانا ونعرف السادة نعم المشاهدين، يعني مثلا من الأسئلة اللي بتخطر في بالنا كلنا، هل عرفنا علميا ايه سبب ان المرض ممكن يصيب البعض ويعدي من غير ما تطلع عليه اي آثار او يعدي كأنه دور برد بسيط، وفي نفس الوقت نفس المرض نفس الفيروس بيصيب حد تاني وممكن يؤدي الى الوفاة؟ ايه العوامل اللي بتفرق ما بين الحالة دي وما بين الحالة دي؟ العوامل التي تم اكتشافها حتى الآن، طبعا كبار السن زي ما كل الناس قالت والمرضى اللي هم عندهم أمراض مزمنة، يعني متوقع إن المرض هيصيبهم بطريقة يعني شديدة جدا ويؤدي إلى الوفاة. حتى يعني الآن يعني ما أخبرنا به يعني رؤساء المستشفى إن هو إذا جاء مريض مثلا في حالة وفاة أو اللي هو اللي احنا بنسميه يعني التوقف قلبي، انه لا يجب ان نقوم بعمل الانعاش الصناعي، لانه ليس متوقع ان هذا المريض سوف يحيا مره اخرى كما كنا يعني نعمل مع المرضى الاخرين.
زائد ان هو هيبقى هيعدي الاطباء اللي هم بيعملوا له الانعاش الصناعي. العوامل الاخرى اللي هو مثلا شرب السجائر، الشيشه، عدم التغذيه الصحيحه، يعني ضعف المناعه بصفه عامه، ليس فقط بسبب امراض مناعيه ولكن عدم يعني توفر الاغذيه الصحيه. يعني شرب الخمر، يعني طبعا بالنسبه للدول الاجنبيه وجدوا ان ده له عامل كبير جدا في انتشار المرض بسرعه، وتوقعوا ان هو حتى يعني سبب انتشار المرض في ايطاليا بالذات واسبانيا، ان هو زياده يعني عدد اللي هم المرضى اللي بيسموهم كحوليين، يعني بيشربوا الكحول بطريقه عاليه يعني. وده بيخلي يعني زي مثلا دلوقتي في المستشفى بعض الاطباء مننا جالهم المرض برضو وذلك اختلاطهم بالمرضى، وفي اخرين لم يجيلهم المرض مع ان بنختلط بنفس المرضى. فزي لحد دلوقتي برضو مش عارفين يعني تماما ايه الاسباب اللي هي ادت الى اصابه هؤلاء الاطباء، وغيرهم لم يصابوا يعني. ولكن زي ما قلت يعني الاسباب الاساسيه هي طب السجاير دكتور نهال، والخمره ايه الاعراض؟ اولا احنا حتى الان نعرف ان فتره حضانه المرض في حدود اسبوعين تقريبا، امتى بتظهر الاعراض وامتى وايه الاعراض اللي اول ما تبتدي تظهر ابتدي اشك ان انا لا قدر الله تم اصابتي بكورونا، وايه التصرفات اللي يعني ايه اعمل ايه بقى؟ افضل قاعده في البيت لحد امتى؟ امتى ممكن اقرر لا انا مش هينفع استمر في البيت، انا لازم اتجه حالا وفورا لاقرب مستشفى؟ هو الأعراض بتظهر مش بعد 14 يوم، هو فترة حضانة الفيروس قد تصل إلى أسبوعين، ولكن الأعراض قد تظهر بعد يومين أو ثلاثة. والآن يعني الناس اللي هم بيظهر عليهم الأعراض يعني أقل من أسبوع تقريبا، يعني إذا تم يعني إذا الواحد حس بارتفاع درجة الحرارة أو الكحة أو الإجهاد، فعليه أن يعني يلزم البيت تماما لمدة أسبوعين حسب توجهات يعني الحكومة والأجهزة الطبية. ولكن يعني لا يجب أن هو يقعد أكتر من أسبوعين، يعني مش بنفرض على كل واحد يقعد في العزل اللي هو الانفرادي ده أكتر من أسبوعين. هو المفروض أن هو يقعد في البيت بصفة عامة، لكن احنا بنتكلم على إذا جات له الأعراض يعزل نفسه انفراديا لمدة أسبوعين، بعد كده خلاص بيخرج مثلا يقعد مع أهله في البيت وهكذا يعني. ولكن الأفضل عدم خروجه من المنزل تماما يعني. طيب ولو في حد في المنزل دكتورة نهال المفروض ان هو مصاب، ازاي ممكن بقية الافراد الموجودة في المنزل يعني مثلا ابنه او بنته او زوجه او زوجته يقدر يعتني بيه؟ هل من الضروري ان هو كمان هيكون مصاب، ولا في ممكن طرق احترازية تخلي ان الجميع يعني يفضل الحالة دي برضو منعزلة رغم ان احنا بنحاول نساعدها؟ اذا تواجد احد الافراد في المنزل وتم يعني اثبات اصابته بالكورونا او ان هو عنده اعراض الكورونا، فعليه ان يلتزم بالعزل الانفرادي، وهذا له شروط يعني تم يعني وضعها على كل صفحات الـ NHS ووزارة الصحة البريطانية، وهي ان هو يكون الغرفة متواجد بها يعني حمام، ويكون له اشياء الخاصة التي يستعملها كالفوط وال يعني ادوات الاكل يعني وكل حاجة تكون عنده في الأوضة. يجب أن لا يخرج من هذه الغرفة لمدة 14 يوم إلا إذا كان طبعا مضطر طبعا للخروج، يعني مش كل الناس مثلا عندهم الفاسيلتي إن هو يبقى عنده حمام جوه الأوضة، يعني بيبقى في حمام مشترك. ففي هذه الحالة إن هو يتم مثلا يعني عمل جدول لدخول الحمام، وبعد دخول الحمام يجب تطهيره تماما وغسل كل يعني الادوات اللي فيه وتطهيرها. اذا يعني اذا اضطر غصب عنه ويخرج من الغرفه مثلا للحديث مع اهله او هكذا، يعني يكون يبعد عنهم مسافه مترين. لا يجب يعني طبعا بيكون في صعوبه اذا كانت مثلا امه وعندها اطفال طبعا ويكونوا معها يعني في نفس المنزل، يعني صعب الفصل بينهم. ففي هذه الحالة الأفضل إن مثلا لو هي تقدر إنها توديهم عند يعني حد من أهلها يراعيهم، أو إن هي تنتقل حتى بره المنزل إلى أوتيل
لكن يعني لازم العزل الانفرادي يكون فعلا يعني الشروط بتاعته مطبقة بحذافيرها. بنشكرك، كنت معنا من برمنغهام الدكتورة نهال أبو سيف، استشارية الأمراض الباطنية الحادة والكلى في جامعة برمنغهام، شرفتينا يا دكتور. قدمت جمعية الهلال الأحمر المصري مستلزمات طبية وإنسانية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت الأربعاء إصابة 7 فلسطينيين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين في القطاع إلى 9، وأكدت الوزارة أنهم جميعا في مركز الحجر الصحي ولم تسجل أي حالة خارجة. ومعنا من غزة إياد الفرة الكاتب والباحث السياسي، أهلا بك معايا سيد إياد. وفي البداية طمنا على أحوال أهلنا في غزة وفي ظل انتشار فيروس كورونا. أسعد الله أوقاتكم. بفضل الله الأمور إلى حد ما جيدة ومطمئنة. طبعا كما تعرفين وكما قلت أن هناك 9 حالات نقل لها هذا الوباء كورونا، حالتين كانتا في السفر وعادا إلى غزة، وهناك 7 ضباط شرطة احتكوا بهؤلاء خلال عملية العمل، خلال استقبالهم في معبر رفح ونقلهم إلى مركز الحجر، ونقل لهم هذا الوباء. ووفق وزارة الصحة الفحوصات الطبية اتضح أنه هؤلاء فقط من نقل لهم هذه العدوى. هناك تقريبا 17 مركز حجر في قطاع غزة في مناطق مختلفة لكل من يصل لقطاع غزة منذ أسبوعين تقريبا. غدا أو يوم الأحد صباحا ستكون أول دفعة تخرج من الحجر الإجباري، ويوم الخميس خرج من الحجر الإجباري المنزلي تقريبا 2700 حالة، منهم كانوا معتمرين ومنهم مسافرين ما قبل بدء هذه الإجراءات، ولم يسجل أي حالة بهذا الاتجاه. طبعا هناك حالة من الترقب والمتابعة عند المواطنين في قطاع غزة خشية ظهور أي حالات خارج مراكز الحجر، وهذه تعرفين أن اليوم هناك حالة من الخوف والخشية، وخاصة تتحدث عن قطاع غزة المحاصر منذ 14 عاما وسط إمكانيات صحية وطبية تكاد تكون معدومة في قطاع غزة. هذا الأمر هو أكثر ما يقلق. لكن هناك أيضا إغلاق للمساجد، للأسواق، التجمعات، هناك أيضا رفع للوعي الشخصي عند المواطنين في عمليات إقامة العزاء أو الأفراح وغيرها، إغلاق للمطاعم، لكل ما يمكن أن يحد من إمكانية ظهور مثل هذه الحالات. حتى اليوم وبعلمي حتى هذه الساعة في الفحوصات التي أجريت اليوم، حتى الآن لم يصدر التقرير النهائي لوزارة الصحة، لكن باعتقادي أنه لم يسجل أي حالات جديدة حتى اليوم. طب سيد إياد، زي ما قلت في المقدمة، الهلال الأحمر المصري أرسل المساعدات الطبية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إلى أي مدى هناك تعاون ما بين السلطة في قطاع غزة وما بين الجهات المسؤولة في مصر لمواجهة فيروس كورونا؟ أعتقد أنه في تعاون جيد إيجابي في إلى حد كبير. أولا فيما يتعلق بإغلاق معبر رفح أمام المسافرين مع بعض الأشخاص الذين حجزوا ما قبل معبر رفح من الناحية الجانب المصري، ويتم إدخالهم بالتدريج. الجانب الثاني، إدخال البضائع لازال مستمر إلى قطاع غزة من الجانب المصري وفق تنسيق معين. فيما يتعلق بالمساعدات التي وصلت، هي مساعدات صحية طبية طبعا نعرف على أهميتها، لكن لا زالت محدودة. وكما قلت أن قطاع غزة يعاني من وضع صحي متردي على مدار 14 عاما الماضية بفعل الحصار، وإسرائيل حتى الآن لم تلتزم بإمكانية التعاون في هذا الموضوع، بحيث يتم مد قطاع غزة باحتياجاته الصحية والطبية، أو حتى وزارة الصحة في رام الله. ما قدم الهلال الأحمر المصري هو يعني يمكن القول أنه محدود وفق الاحتياج الكبير الذي يحدث في قطاع غزة. نحن نعرف أن الآن الفحوصات التي تجرى لوباء كورونا، أنت تتحدثين عن وصول بالأمس 1000 شريحة بما معناه لإجراء الفحص، ويوجد في قطاع غزة رسميا فقط جهاز واحد لإجراء هذا الفحص لتقريبا 2 مليون و200 ألف مواطن.
الشرائح الموجودة هناك 1000 شريحة جديدة، 200 السابقتين تم استنفادهم تقريبا خلال الأيام الماضية وفق وزارة الصحة، وهذا بتقديري لو أن هناك زيادة في العدد يمكن أن يساهم في إجراء فحص شامل لكل المحجورين، ولا قدر الله في حال ظهور أي حالات داخل المجتمع قد تكون الأمور أكثر صعوبة في تحديد هذه الحالات. لذلك هذه المساعدات بتقديري مهمة. الجانب المصري يبدي تعاون بهذا الاتجاه رغم صعوبة الأوضاع في مصر كما تتابعين، وهذا يعني جانب بتقديري إيجابي، لكن يحتاج إلى مزيد خاصة من خلال تملص الاحتلال من المسؤولية وضرورة تلبية نداء الأمم المتحدة اليوم، وهو الذي دعا لضرورة رفع العقوبات عن كثير من الدول، ونحن نتحدث عن عقوبات مفروضة على قطاع غزة من الاحتلال الإسرائيلي ووفق شروط الرباعية في ذلك، أن تسارع المنظمات الدولية لرفع هذا الحصار، سواء إمداد قطاع غزة بالجوانب الصحية من خلال الجانب المصري، أو مصارعة وزارة الصحة في رام الله التي لم تقدم شيئا حتى الآن لتقديم المساعدة الطبية والصحية في قطاع غزة. بنشكرك، كنت معنا من غزة إياد الفار الكاتب والباحث السياسي، شرفتنا سيد إياد. طرح عدد من أعضاء مجلس النواب والأحزاب خطة لسد عجز الأطباء حال تفاقم الوضع في مكافحة فيروس كورونا المستجد، تشمل تطوع الطلاب بالكليات الطبية. وكانت تنسيقية شباب الأحزاب قد أطلقت مبادرة البلط الأبيض التي تفاعل مع مبادرة كن بطلا التي أطلقتها وزارة الصحة. وكانت الوحدة المركزية لشؤون مقدمي الخدمة الطبية قد أعلنت عن تلقي 10,000 طلب للتطوع عقب 3 ساعات فقط من فتح الباب أمام الراغبين. وانضم إلينا عبر خدمة سكايب من ستوكهولم محمد سعد خير الله، كاتب وناشط سياسي مصري وعضو رابطة القلم السويدية. أهلا بك معايا أستاذ محمد، وخلينا نبدأ من الإعلان عن تنسيقية شباب الأحزاب اللي طرحت مبادرة لفتح باب التطوع بين كل اللي بيعملوا في مهن طبية وطلاب كليات الطب. هل المفروض في لحظة زي دي أن القوة السياسية في مصر يكون ليها دور؟ مساء الخير عليك اتفضل على شاكي. طبعا بالتاكيد هي خطوه ولكن هي كافيه، تبدو من يعني مجموعه من القرارات التي من المفروض ان تصدر فورا دون اي تاجيل او تسويف، تصدر امس، يعني مش تصدر باكر، تصدر امس. تمام، لابد من يبقى في افراج فوري عن كل سجناء الرقابه المصريه، وبآلية سهلة جدا ان كاميرا مراقبة بمبلغ ده على مدى التحدي تتوصل اسم الشرطة او الشرطة التابعة فيها مكان. تمام، وبالتالي يتم اخلاء المساحات بتاعها من في ثبوت سكناء الجنائيين مع توفير الخدمات المضافة ليهم، ده اولا. قبل كده كمان يتم تشكيل لجنة التوارد تجوب كل مكان وتجوب بوزارة الصحة، لجنة بقرار فوري الدكتور مجدي يعقوب، الدكتور محمد غنيم، من الدكتور حسام بدراوي، هي دول تحديدا في هذا الثلاثي ده ليه خبره وتراكم في المستشفيات، ويعني بيطلعوا الطب والعلوم الحديثه. نمره 3، لابد من تاكيد قرارات القوات المسلحه وعددها دور ما بين فندق ما بين قريه في منتشرة على المستوى الكورية. ليه الدارات دي تحديدا في دارات بعيدة عن المناطق المهولة في القاهرة أو في السويس، في الإسكندرية أو في بعض المحافظات، ودي لكن أكثر مكافأة عزل، لأن هي طبعا يعني فنادق 5 نجوم بدل اللي احنا بنصنعه دلوقتي، يطلع إعلان يقولوا الجوامع والمناقص وبعض الناس، ده غير منطقي. لابد نمرة 5 من ان يبقى في حملات توعيه في المحافظات، بعد عن كل الاعلام الرسمي، الاعلام اللي ما بيصدق خالص خالص، يعني
يكون مشروع تبعد عن السجن. طب محمد، انت اول طلب طلبته كان الافراج الفوري عن سجناء الراي وعن المحبوسين احتياطيا، وقلت ان هو ممكن التعامل معاهم بشكل بسيط، يعني مراقبتهم بشكل بسيط. خليني انقل لك راي تاني. الراي تاني بيقول والله ان النشطاء والحقوقيين والناس اللي بتطالب بالافراج عن السجناء دول بيستغلوا لحظه استثنائيه بيمر بيها العالم كله في مواجهه فيروس زي كورونا وباء بينتشر في العالم عشان يستخدموه في أغراض سياسية. إيه رأيك؟ رأيي مردود عليه. هو إيران اللي هي دولة معروفة جدا في البطش أو تم استفاد عن النهاردة، وأنا بتكلم كسبت عن 74 ألف سجين، هي برضو دي العالم بيتأمر عليها. كان إسكان أصل اللي أفرض تمام. أمريكا، أمريكا يعني تكلمنا عن أمريكا يعني بمثابة 4 نجوم في دول كتير أفرجت عن السجناء. ده موضوع يجب تحدث كل كلام ويجب اصلا كل الامور. الوباء مش هيفرق يا سلمى، الوباء مش هيفرق، لان في اسئله في القاهره الناس حتى تحت لابد ان هي تطرح. انا النهارده برضه يا محمد خليني اقول لك، يعني خلينا نناقشك في، لان انت كتبت كل المقترحات اللي انت بتقترحها دلوقتي في مقال وقدمت فيه الاقتراحات بتاعتك لمواجهه الازمه. من ضمن المقترحات اللي انت ذكرتها دلوقتي ان استخدام دار القوات المسلحه اللي احنا ممكن تحويلها الى اماكن ومناطق للمستشفيات بشكل سريع او مناطق للعزل والى اخره. البعض بيقول طب ليه برضه النشطاء اول حاجه بيفكروا فيها استخدام المباني الخاصه بالقوات المسلحة، مع ان في اجراء تاني مثلا قامت بيه اسبانيا زي تأمين المستشفيات مثلا الخاصة. ليه ما بتكلموش عن النقاط دي واول حاجة بتشاوروا عليها مباني القوات المسلحة؟ ده برضو من الاراء اللي بترد على كلامك. ايه رأيك؟ اولا هي المفروض مباني القوات المسلحة ملك المجتمع وملك للشعب في المقاطع اللي هي دولة. الدولة هي المفروض ان اماكن ونزل وادارات ومناطق ملك المجتمع. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، واحنا اصلا المستشفيات الحكومية جاهزة؟ احنا بنتكلم على ان المستشفيات الحكومية يعني ما انا بكلمك النهاردة 1000 حالة وفاة، فرنسا 300 حالة وفاة النهاردة. القصة قصة سودة، ولو الناس هي تستوعبها بجد. انا والله العظيم عاوز ولا عاوز اهاجم. انا النهاردة بطرح حتة طرح رجل بيعشق وطن، رجل مواطن مصري. انا بقى لا ناقش سياسي ولا عارف ولا اي حاجه، انا بخاطب العقلاء. كان هناك لابد ان يبقى التعامل على قدر الحدث. توصل لمرحله وفي مرحله حواليك كده هزم. انا لو احنا تخططنا خلاص هتتمشى بدرجه غير مسبوقه. رجال الدين ابو قصين يتوقفوا عن هذا خطاب التكنولي، وان هم يحسوا على التوجه للكنائس وتوجه. لابد ان الناس تبقى على مستوى اللحظه. وصلت الصورة يا محمد. بنشكرك، كنت معنا من ستوكهولم محمد سعد خير الله، كاتب وناشط سياسي مصري وعضو رابطة القلم السويدية. شرفتنا يا محمد. نخرج معكم لفاصل ونعود لاستكمال فقرتنا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار بمقر المتحف المصري الكبير بميدان الرماية بأعضاء مجلس إدارة المتحف لمناقشة خطة المشروع العمل بالمشروع خلال الفترة المقبلة في ظل التدابير الوقائية من تداعيات فيروس كورونا المستجد. وتم إقرار تخفيض عدد العاملين بالمشروع ابتداء من يوم أمس الأربعاء وحتى 8 أبريل مع استمرار الأعمال تمهيدا للانتهاء منه. كما ناقش الاجتماع أسعار التذاكر وفئاتها والتي ستكون نحو 60 جنيها للمصريين و500 جنيه للأجانب، كما تم استحداث فئة للزائرين فوق 60 عاما تحصل على تخفيض 50%.
وينضم إلينا من اسطنبول الدكتور حسين دقيل الأكاديمي والباحث المتخصص في الآثار. أهلا بك معايا دكتور حسين، وخلينا نتكلم في البداية بشكل عام، يعني في ظل الأزمة اللي بيمر بيها العالم كله في مواجهة فيروس كورونا، زي متوقع المتحف المصري الكبير اللي كلنا برضو في العالم كله الحقيقة في انتظار وممكن يتأثر؟ أهلا بحضرتك أستاذ سلمى. أهلا يا دكتور. يعني دعيني في البداية حقيقة نتمنى أن يزيل الله سبحانه وتعالى عنا هذا الوباء وعن العالمين أجمعين. بالتأكيد يعني هو أثر تأثير كبير على كل المشروعات الأثرية، كما أثر على السياحة. يعني لو حبينا حتى بداية نتعرف سريعا على تأثير هذا الفيروس على السياحة حتى الآن، يعني السياحة المصرية بتمثل عائد ما يقترب من 15% من العائد الدخل المصري. يعني في آخر سنة كان الدخل من السياحة 12.6 مليار دولار. يعني يعمل بالآثار بالسياحة والآثار أيضا بشكل مباشر وغير مباشر 3 مليون ومن خلفهم أسرهم. يعني الموضوع كبير جدا وتأثيره حقيقة للأسف تأثير شديد جدا، وخاصة أن هناك يعني كان من المتوقع أن يصل عدد السائحين في هذا العام 2020 إلى 15 مليون بعد أن كان العام الماضي 12 مليون، لكن للأسف هناك من يعني منذ 15 يوم حتى الآن أكثر من 60% من الحجوزات لغت الاقدام الى مصر. يعني هناك اوكرانيا كان هذا العام من المتوقع ان تصل سياحتها الى 1.5 مليون، كله ده اتلغى. 500 مليون سائح ايطالي للاسف ده كله اتلغى. 350 الف سائح صيني ده كله اتلغى. فده تأثير يعني بالتأكيد متوقع أن يكون هذا العام تأثير شديد جدا. أيضا المشروعات أيضا توقفت، يعني هناك مشروعات كثيرة. وإن كنت حقيقة أنا يعني رغم نحن نئن من هذا الأمر طبعا، لكن إحنا حقيقة خطوات المسؤولين بطيئة جدا. يعني أن يجتمع الوزير بالأمس فقط من أجل أن يوقفوا العمالة أو يقللوا عدد العمالة، فحقيقة ده يعني إجراء متأخر جدا. المتحف المصري طبعا مشروع ضخم جدا، مشروع كبير، لكن برضو للعلم المتحف الكبير بدأ العمل فيه في الأصل في سنة 2002، يعني ليس لأحد فيه يعني في العصر الوقت الحالي الفضل حقيقة بعد الله في عصر مبارك في سنة 2002 بدأ الأمر. أي نعم مر بفترات تراهل وتوقف عمل فيه، لكن في 2018 بدأ العمل الحقيقي فيه، يعني عمل فعلي، ومن المتوقع أن ينتهي في آخر أو في نوفمبر في هذا العام. نتمنى أن يستكمل، لكن هذا من أجل أن يستكمل هذا حقيقة يجب علينا أن نحافظ على العامل الذي يعمل فيه. يعني المتحف المصري في فترة من فترات كان يعمل فيه ما لا يقل عن 6000 عامل، الآن طبعا العدد أقل لكنه برضو ليس بالقليل. يعني فكان يجب حقيقة أن يتوقف العمل إطلاقا من وجهة نظري إلى مدة أسبوع 2-3 إلى أن نرى الأمر، لكن أن نقلل العمل هذا إجراء حقيقة، لكن أعتقد ليس هو الإجراء الأصح في هذه المرحلة. خاصة أن السياحة متوقفة في مصر، متوقفة في كل دول العالم، مش متوقفة في مصر فقط. كل واحد إذا كنا كل دول العالم عاملة عزل وكل واحد قاعد في بيته، فمين اللي هيروح سايح هيسافر فين ويروح من فين؟ ما احنا مش عارفين نخرج لغاية السوبر ماركت ولا الصيدلية فقط لا غير. فدي فرصة، مفيش تعجل، مفيش استعجال في ان العمل يستمر او ينتهي منه في شكل قريب. فكان ممكن العماله كلها تقف في الفتره الحاليه على الاقل زي ما حضرتك ما بتقول، يعني نشوف الوضع هرس عليه، وخاصه لانه تاثيره يجي سلبي. يعني حضرتك لو تتذكر في البدايه منذ شهر، منذ ان ظهرت حاله الصيني في مصر الجديده، ومن بعدها مركب ساره الباخرة سارة التي ظهرت في الأقصر، ناديت أنا وغيري وكثير فلتتوقف السياحة. السياحة لم تتوقف، وحتى يوم 20 مارس الماضي كان يخرج المسؤولون ويقولون السياحة مقبلة في مصر والسياحة في المعابد وغير. يعني طب أنت بعد ذلك أخرجت 100 مليار من أجل أن تعالج هذا الأمر، فما المانع أن تأخذ إجراءاتك سريعة؟ يعني فعلا نحن لا نريد أن نصل لهذه المرحلة، لكن ما دام وصلنا إليها فلا بد أن تكون الإجراءات سريعة وواقعة. حتى المتحف الكبير برضو للعلم مشروع ضخم زي ما بقول حضرتك، ونتمنى أن ينتهي فعلا في وقته، لأن هذا المتحف يعني لو حضرتك تسمحي لي أدي معلومة سريعة عنه. تفضل يا فندم. هذا المتحف
هذا المتحف هو المتحف الوحيد في العالم الذي سوف يكون لحضارة واحدة، بمعنى يعني أكبر متحف على مستوى العالم يكون لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية بجميع مراحلها، يعني منذ عصر فرعون واليونان والروماني والقبط والإسلامي وغيره. متحف مثلا مثل اللوفر متحف ضخم جدا وكبير، لكنه لحضارات متعددة، في مصرية وفي عراقية وفي يمنية وغيره، لكن هذا المتحف يتميز بهذا الأمر. المتحف مساحته 117 فدان، وأكبر متحف على مستوى العالم أيضا، يعني ما يساوي 500,000 متر، يعني مساحته كبيرة جدا. سوف يعرض فيه أو سوف يكون فيه 100,000 قطعة أثرية، 50,000 سوف تعرض و50,000 سوف تكون في المعامل والمخازن. سوف يتميز المتحف بأشياء كثيرة جدا غير موجودة على مستوى العالم، منها على سبيل المثال المسلة المعلقة، وهذه تم يعني وضعها، تمثال رمسيس عند وغير ذلك أيضا. يعني هناك مميزات كثيرة جدا، منها على سبيل المثال معرض توت عنخ آمون. يعني توت عنخ آمون وجد في مقبرته 5,000 قطعة لتوت عنخ آمون، لم تعرض إطلاقا منذ 1922 حتى الآن، يعني منذ ما يقرب من قرن من الزمان لم تعرض إطلاقا كلها في مكان واحد. كان منها جزء في المتحف المصري، وكان منها جزء في المخازن، وكان منها جزء في الأقصر. سوف تعرض كاملة في المتحف، ولها قاعة كبيرة جدا جدا. يعني هذه الميزات حقيقة، والافتتاح أيضا سوف يكون افتتاح أسطوري يعني كما يعد له، نتمنى إن شاء الله أن يتحقق هذا في وقته. لكن برضو أعيد وأكرر، من أجل أن نصل إلى هذه المرحلة يجب أن نحافظ على العامل الذي سوف يكون من خلاله تحقيق هذا الهدف. لكن إذا تقصرنا أكثر من ذلك يعني في مثل هذه الإجراءات، أعتقد أني ممكن للأسف نجبر على أني نتأخر. لكن يعني مش متوقع دكتور حسين في ظل الظروف الحالية اللي زي ما احنا حكينا عنها، يعني محدش فينا شايف، محدش فينا عارف ايه اللي ممكن يحصل في الفترة القادمة دي، في خلال الاسبوع ولا الاسبوعين ولا الشهر اللي جاي ده. هل متوقع فعلا ان هو يتم افتتاحه زي ما معلن في الربع الاخير من 2020؟ يعني أنا للأسف بقول يعني حتى لو نتمنى طبعا ذلك، يعني أنا كمصري كأسري كمتخصص أتمنى أن يتحقق ذلك، وكل وأعتقد كل المصريين يتمنون ذلك. لكن حقيقة يعني لنعمل عقولنا بعض الشيء، يعني هل يا أستاذ سلمى في هذا الافتتاح محدد لي أن يدعى جميع رؤساء العالم وأن يدعى جميع السفراء ويعني شخصيات على مستوى العالم؟ هل هذا إذا حدث هذه البلوة لا قدر الله واستمرت في العالم، هل سوف يحضر هؤلاء؟ يعني الأمر يحتاج فعلا إلى عقلانية بعض الشيء، إلى أن نكون على قدر المسؤولية في هذا الوقت، أن يخرج المسؤول. يعني لا يعني هناك يا أستاذ سلمى للأسف في بعض المسؤولين، هو المسؤول على سبيل المثال مسؤول الآثار مثلا، هو مسؤول فني مهني وليس مسؤول سياسي، لكن هناك قيادة سياسية بعض الأوقات تريد أن هذا الأمر يتحقق الآن، هذا الأمر يتحقق الآن. فالأسف كمهنيين وكفنيين يريدوا أن يحققوا رغبة السياسي، لكن أنا أريد أن أقول لا، المسؤول المتخصص يجب أن يكون يعني معمل عقله ويخاف على المواطن ويخاف على العامل الذي يعمل بهذا العمل، من أجل أن يتحقق الهدف المنوط في الوقت المحدد إن شاء الله. طب دكتور حسين، زي ما احنا ما كلمنا وزي ما حضرتك اشرت في البداية، ان السياحة العالمية كلها متوقفة، والسياحة في مصر للأسف برضو متعثرة في الفترة الحالية، وربنا ينجينا وان شاء الله تعود مرة اخرى. لكن هل في خطوات تقدر الدولة تبتدي فيها من دلوقتي لبناء لإعادة السياحة، في حيث ان اول ما الغمة دي تنزاح عننا جميعا ان شاء الله وتبدأ السياحة في العودة، ان هي تعود بنفس القوة وما نبتديش من الصفر مرة اخرى؟ نعم، هو حقيقة في الفترة اللي فاتت هناك بدأ كان في عمل ترويجي شديد جدا، وهناك يعني حتى وجد لنا معارض، يعني نحن في مصر لنا الآن 5 معارض دولية، وهذه المعارض حقيقة في معرض في فرنسا ومعرض في أمريكا ومثل هذه المعارض مبهرة جدا للسائحين الأجانب. يعني لدرجة أن في معرض في فرنسا لتوت عنخ آمون دخلوا أكثر من 700,000 سائح في مرحلة بسيطة جدا في فترة وجيزة جدا، وكان عائده على مصر 5 مليون دولار في فترة أيضا وجيزة جدا. فيعني كان هناك أعمال كبيرة جدا ضخمة خارجية من أجل السياحة.
لكن الحدث الحالي ليس نحن في مصر فقط، هو حدث عالمي. السياحة على مستوى العالم توقفت. يعني احنا يا أستاذ سلمى في مصر السياحة عندنا كانت 12 مليون العام الماضي، ومتوقع كان 15 مليون. لكن هل تتخيل في تركيا على سبيل المثال كانت السياحة السنة العام 19 كان 52 مليون، وبالرغم من ذلك أخذت تركيا قرار يعني منذ البداية توقف الإقبال السياحي من جميع الدول. ده إجرامهم جدا، رغم أن 52 مليون سائح يدخلون إليها. وهكذا أيضا فرنسا في 100 مليون سائح، 100 مليون سائح يدخل إلى فرنسا. طبعا ده يؤثر الآن عندما لا يدخل، لكن عندما تتخذ مثل هذه القرارات الصارمة في وقت مهم جدا يتخاف على المواطن، وأيضا عوائدها حتى المادية على سبيل المثال بعد ذلك سوف تكون مرتفعة. يعني احنا في مصر مثلا ممكن نكون خسرنا بعض الشيء، لكن تخيل لو احنا توقفت السياحة منذ البداية، اعتقد ان كان ممكن لا يتصل عدد الاصابات يعني مثل ما وصلت، لان معظم الاصابات اللي وصلت من خلال المركب السياحي، من خلال السائحين اللي كانوا موجودين. بعد ذلك انفقنا 100 مليار وضعت في مثل هذه المجالات من أجل أن نعالجها. فكان من الممكن أن لا نصل لمثل هذه الحالة. نتمنى أن المستقبل يكون أفضل دكتور حسين، يعني طبعًا خلينا طبعًا متفائلين. بنشكرك، كنت معنا من الصبور. طبعا لا أنا متفائل برضه. كلنا متفائلين. أنا متفائل إن شاء الله، يعني إن شاء الله خير. بنشكرك دكتور حسين دقيل الأكاديمي والباحث المتخصص في الآثار، شرفتنا دكتور حسين. شكرا لكم متابعتكم، نريدكم سعيدة وبكرة أحلى بإذن الله يا رب إن شاء الله.